نشهد الله أننا نحب النبي وأنه ليس لنا سواه كباب من الأبواب التي ندخل بها على حضرته سبحانه وتعالى، وأن النبي ليس كمثله أحد، كان فريدا وحيدا وكان أسوة حسنة، وكان صلى الله عليه وسلم معجزة في حد ذاته وفي أدائه وفي حياته وفي وفاته وفي حركاته وفي سكناته، فهو المثال الأتم صلى الله عليه وآله وسلم. كان إنسانا كاملا وترقى من الكمال إلى الربانية، وترقى من الربانية إلى النور. وكان مشايخنا كلما قرأ القارئ في سورة النور يهدي الله لنوره فيقول صلى الله عليه وسلم، يعني يحملون نوره على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.